على طاكسي غادي كنبيع كلينيكس، كنلهي 600 ولا 800 ريال كنصرف فيها 300 ريال المركب. ايوا واش غناكل واش غنشرب واش غنقول ليهم؟ الله يهديهم الله يهديهم، بزاف هو عنده مسؤولية راه عنده فاش يركب. أنا ضعيفة راه مشردة الأناسي ما لقيتش فاش نركب وكنلقى طلقمة العيش في الزنقة هاهي في الطوبيس 33. دابا ما كاين لا 33 لا طرام لا والو لا حتى حاجة. نقول ليه حنايا مشردين في الزرقة كنلقطو لقمة العيش، ملي كنبغيو نمشيو فين غنمشيو؟ يتلقاو لينا بالسيوف بالمواس. ويلي ما طلعت عندنا حنا حتى شي كلمة نهائيا، واخا كنشكيو واخا كنقولوا واخا كلشي ما عندنا والو. ودابا انا فين كنمشي حتى لربا النصيب 260 ونعاود نشد طاكسي 110. ايوا باش غادي نعيش؟ شي الرجيه دابا غادي تلقاو ليا. فين تسكني مول؟ اناسي. يعني باش مول فاش تركبي دابا 33 ما بقاش دابا 30 ما كاينش مع 7 ونص هذا.